أقشي جيدا وقلب عليهم في الطاجرة الفوقانية. لقد طويتهم وحددتهم وصبنتهم وحطيتهم ها هنا. وأين ذهبوا؟ داروا رجلين وخرجوا. لم أجد لا السروال الأحمر المطبع بجافر ولا القميجة الصفراء المأكولة من العنق ولا القندورة المدخول من الباط. أعطيتهم لأخوك يا؟ بزاف عليك أخي. قال لك أخي: أخي يلبس شراويطك المبهدلة. أخي كلاص عليك ولا يلبس المدرح. أخوك أنت لا يلبس المدرح، شفته بعيني يتقضى في البال. وقد سهلت البال، إن الألب يتقضون من البال ويطيحون على الهوتة. يطيحون أو يرضون لا يهمني، أنا ما همني هو أن تحضري لي شراوتي الآن. وإذا لم أجدهم؟ إذا لم تجدهم هانية، ولكن احضي معي، سوف أجري معك 10,000. دركوا دركوا. عفوا فأنا معصب ولا أصبر البشر. أخرج. أين هي حوائجك؟ ها هي يا سيدي. أتتسطى علينا؟ أتتسطى علينا؟ خرج لنا حوائج الشتاء والصيف. ولماذا يا سيدي؟ ولماذا؟ يقول لي لماذا؟ يريدني أن نتحدث معه، تريدني أن أقول لك بأن سيد القوم سرقت له ملابسه وأرادنا أن نقلب عليهم اليوم دارا بدار، زنقة بزنقة، سروالا بسروال، نتحدث ونشرب الشاي وأدخل إلى الماري وأتني بالحوائج. لكن ملابس زوجتي يا سيدي. استرهم في ملكة كحلاء وخرجهم. لا للضرب والجرح. هيا ادخل واقفل الباب بالزربة. اطلق رجليك. هيا دقدقوا لي على الطيور الأخرى ولا ترحموا أحدا، فيقوا لي البشر. هيا لحقوا إلى ملابس سيد القوم. هيا. جاءت معي الحطة، أنا لبس. وجئتك المهوللات، لا ينقصك سوى المكياج والألف الأحمر. سأدبر لك في لقجة، لماذا لا تلعب في عيد ميلاد ابن أختي؟ وما لها عيب؟ عرفني وأفرجك وبقهوتك قع. هاي 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 هاي، صفتكم تقلبوا على حوائجي؟ لقيتم الهوتة ونسيتموني؟ لا يا سيدي، إننا نقلب من نيتنا. هاتي يدك. هل وجدتم حوائجي؟ نعم يا سيدي، لقينا سروالك. ها هو. وبماذا عرفته سروالي؟ سهل يا سيدي، فأنت دائما تنسى في سراويلك الزريعة والصرف. ولقيتم الصرف؟ لا، لم نجد إلا الزريعة. والصرف؟